تفضل أخي مصلح من الجوف معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام يا شيخ، بارك الله فيك. في دكتور بالجامعة يشرح للطالبات، يقول ان تأخير الصلاة ما في إثم، تأخير الصلاة عادي، للصلاة اللي بعدها ما في مشكلة بدون عذر، فما رأيكم في ذلك؟ السلام عليكم. هذا غلط، تأخيرها يعني إخراجها عن وقتها هذا لا يجوز بدون عذر، إلا لناوي الجمع. إذا كان يجوز له الجمع يجوز يؤخر الأولى مع الثانية، أو أنه يشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فإنه إذا حصل الشرط يصلي ولو خرج الوقت. أما إذا كان الشروط متوفرة ولا يريد الجمع فلا يجوز. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا أنصح هؤلاء الذين يفتون الناس من المدرسين وغير المدرسين أن يتأكدوا من فتواهم وأنها موافقة للدليل وعند الحاجة، ولا يتسرعوا في الفتوى ويضلون الناس في فتاواهم. نعم.